مبدئيا كده انا عندي نوعين من المستقبلات الضوئيه الموجوده جوه العين، تمام؟ الرادس والكونز. الرادس ده عباره عن الدبسن وده مسؤول عن الرؤيه الليليه، والكونز عباره عن اي دبسن وده مسؤول عن الرؤيه في الضوء الساطع. اكتر حساسيه فيهم بيكون الرادوبسن. خلينا نتكلم كده بالتفصيل ازاي يعني تقدر تشوف بالليل. خليني بس كده اشرح لكم حاجه صغيره كده عشان الدنيا تبقى واضحه. الرادوبسن ده بيتكون من حاجتين، تمام؟ بيتكون من 11 سيلز ريتينال وابسن بارتين. فاول ما الضوء يسقط على العين بيستقبله الرادوبسن فيبدا يتحول لحاجه اسمها لوميري رادوبسن، فتحول لحاجه اسمها ميتا رادوبسن 1 اند 2 اند 3، تمام؟ فكك من كل الكلام ده، انا كل اللي يهمني ان لما الضوء يسقط على العين بيستقبل الرودوبسن فهيتحول لي ل 11 سيلز ريتينال، في ال 11 سيلز ريتينال يتحول لهولي ترانس ريتينال. فانا دلوقتي شايف في الثانيه دي، علشان اشوف الثانيه اللي بعدها لازم يكون موجود عندي ال 11 سيلز ريتينال. فطول ما ال 11 سيلز اتحول لهولي ترانس انا كده شايف. لو كل اللي موجود عندي هولي ترانس بس انا كده مش هبقى شايف حاجه. علشان احول ال 11 سيلز ريتينال لول ترانس ريتينال بيحصل حوار ابن لذينه، ركز معايا كده علشان تفهم الدنيا بتبقى ماشيه ازاي. مبدئيا كده ال 11 سيلز ريتينال بيتحول لول ترانس ريتينال، والول ترانس ريتينال بيتحول لل 11 سيلز ريتينال، هما الاثنين بيتحولوا لبعضهم عادي جدا من غير اي مشكله عن طريق انزيم موجود في الجسم اسمه الايزوميريز. ولكن للاسف الانزيم ده مش موجود في الشبكيه، الانزيم ده موجود في الكبد، فهناخد لول ترانس ريتينال رحله كده عظيمه عن طريق الدم للكبد علشان الايزوميريز موجود هناك. طيب هيوضح لي دلوقتي مشكله ثانيه، ايه هي بقى؟ ان الايزوميريز اللي موجود في الكبد موجود عادي جدا، ولكن للاسف الايزوميريز اللي موجود في الكبد بيحول صيغه الريتينول مش بيحول صيغه الريتينال. ازاي؟ يعني الاول ترانس ريتينال او مش هعرف احوله ل 11 سيلز ريتينال. لازم يكون اول ترانس ريتينول علشان اعرف احوله ل 11 سيلز ريتينول، وبعد كده هحوله مره ثانيه ل 11 سيلز ريتينال. طب ايه اللي هيحصل بقى في الكبد؟ برضو احنا نزلنا موجودين في الكبد، في عمليه هتتم كده اسمها ريتينال ريدكشن. ففي الكبد موجود انزيم اسمه ريتينال ريدكتيز، فهيحول لي الاول ترانس ريتينال اللي انا واخده من الريتينا من الشبكيه وجبته الكبد لاول ترانس ريتينول، تمام؟ فهيرجع يشتغل الايزوميريز عليه، هيحول الاول ترانس ريتينول ل 11 سيلز ريتينول، تمام؟ طب انا عندي مشكله برضو لسه موجوده، انا عايزه 11 سيلز ريتينال مش عايزه 11 سيلز ريتينول، فهيحصل ايه؟ هعمل له ريتينال ريدكشن تاني مره تانيه، تمام؟ فهحول ال 11 سيلز ريتينول اللي موجوده عندي لايه؟ ل 11 سيلز ريتينال عادي جدا، وهاخده هوديه لشبكيه مره تانيه، فهيمسك في ايه؟ فهيمسك في الابسن بروتين فهيكون الرودوبسن، وهكذا الموضوع بيفضل يتكرر ثانيه ورا ثانيه علشان افضل شايف طول الوقت.